اليوم المفتوح بكلية العلوم التطبيقية بصلالة، وأبرزها مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال معرض الوظائف الثالث، والذي يحتضن مشاركات مختلفة من هذه المؤسسات. الهدف من اليوم المفتوح هو تعريف المجتمع المحلي اللي في المحافظة، وخاصة المدارس والقطاع الخاص الشركات والقطاع الحكومي، عن البرامج اللي توفرها الكلية، ما هي البرامج المستقبل اللي تفتحها الكلية، وأيضا نخلق جسر بين طلابنا وبين القطاع العام والخاص، ما هي فرص التدريب وفرص التوظيف لهم. ويهدف المعرض إلى توفير الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى أن المعرض يعد إحدى وسائل التسويق لمخرجات الكلية، والتي تهدف إلى رفض السوق المحلي بمخرجات ذات كفاءة عالية، كما أتيحت الفرصة لطلاب المدارس للإطلاع على مرافق الكلية. هذا المعرض يتيح الفرصة للطلاب من خلال معرفة ما لديهم من فرص العمل، وكذلك نستقبل المدارس الثانوية لتوعيتهم. وتضمن اليوم المفتوح إقامة معرض لأقسام الكلية، وذلك ليتعرف الجميع على التخصصات المتوفرة بالكلية.